طيب تعالوا نكمل بقى النهارده. هنتكلم على الجزء الثاني من حلقه النهارده اللي هو الهيستوري بتاع لينكس. بص بكل بساطه قبل ما نبدا اي حاجه، الجزء الخاص بالهيستوري ده مش هيفيدك في اي حاجه بشكل عملي، لكنه هيفيدك كمهندس. يعني لما تخش في نقاش مع حد هتبقى عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين. خلاص. الحاجه الثانيه كمان هيعرفك ليه اللينكس واليونكس الاثنين قريبين جدا من بعض. ماشي. فتعالى نبدا كده ايه نتكلم على الهيستوري دون بشكل ابسط شويه. بص يا سيدي، لو حبينا نتكلم عن الهيستوري بتاع لينكس واليونكس هنقسم الهيستوري ده لثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت من تحديدا من 1964 لما لحد 1984. المرحلة الثانية كانت من 1984 لحد 1991. المرحلة الثالثة من 91 لحد النهارده. ماشي كده؟ طيب ممتاز. تعال نمسك المرحله الاولى ونبدا ايه نتكلم عنها بالتفصيل الممل. بكل بساطه 1964، سنه 1964 اللي حصل ان ثلاث شركات اتفقوا مع بعض، خلاص بلاش شركات، ثلاث مؤسسات اتفقوا مع بعض ان هم يعملوا اوبريتنج سيستم جديد، وكانوا عايزين يعملوا حاجه اسمها تايم شيرنج اوبريتنج سيستم. تمام. قبل 1964 كانت كل الاوبريتنج سيستمز عباره عن ايه، ممكن نسميها سيريال بروسيسنج سيستم. يعني ايه؟ يعني يوزر بيحاول ينفذ حاجه فيبدا ينفذها ولازم اليوزر الثاني يستنى لما ده يخلص كل التاسكس بتاعته وبعد كده يبدا اليوزر الثاني ينفذ التاسكس بتاعته هو كمان. كان كل تاسك بتتنفذ الاول وبعد كده تبدا اللي بعدها، بعد كده التانية تبدأ يستنى لحد ما تنتهي، بعد كده التالتة تبدأ يستنى لحد ما تنتهي. فما كانش ينفع تنفذ أكتر من تاسك في نفس الوقت. طيب نرجع بقى، التلات شركات دول أو التلات مؤسسات دول، الأولى كانت جنرال إلكتريك، خلاص، التانية كانت بيل لابس، خلاص، التالتة كانت إم آي تي. لو انتوا بتسمعوا عن جنرال الكتريك دي فدي لسه موجوده لحد النهارده، ودي واحده من اكبر الشركات اللي موجوده في العالم، يعني عارف لحد النهارده لسه معروفه يعني. خلاص. ودي مؤسسه تجاريه بالكامل. اما اي تي ده واحد من اشهر المعاهد العلميه الموجوده في العالم. تمام. يعني ده كده مجاله بس كده التعليم. بيل لابس، خلاص، بيل لابس بالمناسبه اسمها النهارده AT&T، اكيد سمعتوا عنها، لسه موجوده لحد النهارده. خلاص. بيل لابس في الوقت ده كان كل مجالها او معظم الفوكس بتاعها في الشغل على الابحاث. ماشي كده. المهم الثلاث مؤسسات دول اتفقوا مع بعض ان هم يعملوا ايه، ان هم يعملوا اوبريتنج سيستم جديد ويشغلوا. طيب كلام جميل. طيب هل قدروا يعملوا اوبريتنج سيستم؟ هل قدروا فعلا يعملوا اوبريتنج سيستم؟ الحقيقه ان هم سنه 65، بعد سنه بالظبط، بعد سنه واحده بالظبط، قدروا يعملوا اوبريتنج سيستم جديد وبداوا يشغلوه او بداوا يطوروا فيه. خلاص. وبدا يظهر فعليا سنه 1900 او اخر 68 69. خلاص. والاوبريتنج سيستم اللي اتعمل ده كان اسمه مالتكس. تمام كده.
يبقى عندنا سنه 64 ثلاث شركات اتفقوا انهم يعملوا اوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده فعليا سنه 65 بدا يظهر، ولما بدا يظهر فضلوا يطوروا فيه لمده 4 سنين، 65 و66 و67 ولحد اواخر 68 اوائل 69. طيب اللي حصل بقى ان بعد ما بداوا المشروع ده كان الهدف انهم يعملوا تايم شيرنج اوبريتنج سيستم، يعني اوبريتنج سيستم بيسمح من اكتر من يوزر يكونكت في نفس الوقت على نفس المكنه على نفس الهاردوير وينفذوا نفس الحاجه في نفس اللحظه. تمام، المشروع ما حققش اللي هو كان عايزه، وفي المشروع ده شركتين انسحبوا منه بشكل كامل او مؤسستين انسحبوا منه بشكل كامل، جنرال الكتريك وام اي تي. فضل مين في المشروع؟ بيل لابس. بيل لابس راحت سحبه نفسها كده بعيد خالص عن الموضوع وراحت قال لكم بس انا مش هقدر اكمل معاكم، انا هديبلوي او انا هكمل الديفلوبمنت بتاع الاوبريتنج سيستم ده مع نفسي. طيب هل بيل لابس قدرت تعمل حاجه جديده بعد المالتكس دون؟ ايوه، فضل التطور في المالتكس ده لحد ما ظهر سنه 1970، ظهر حاجه اسمها يونكس بالسي، خلاص، وده كان اول نسخه او يعني ممكن اقول لك الجيل الاول من الاوبريتنج سيستمز اللي احنا بنشوفها النهارده. تمام، اليونكس ده لما ظهر سنه 1970 كان عباره عن ممكن تقول كده حاجه بدائيه جدا، لكنه كان افضل من المالتكس. تمام، فضلوا طوروا فيه، نزل ريليز جديد سنه 1971، بس المره دي لما نزل بقى اسمه يونكس. تمام، اتطور كمان مره ونزل ريليز جديد سنه 72 وسنه 73، بدا يظهر ده يونكس فيرجن 1 يونكس فيرجن 2 وهكذا. فضلوا ايه يطوروا اليونكس بشكل كبير جدا لحد بالمناسبه كمان قبل ما انقل على اي حاجه، اول يونكس اتكتب خلاص كان مكتوب بحاجه اسمها الفورترن والبي لانجويج. لما اتكتب مره تانية واتعمل اليونكس اللي احنا نعرفه النهارده اتنقل وكتبوه بالسي لانجويج. كانت السي اصلا لسه مخترعينها قبلها، يا دوب كانت لسه السي طالعه، السي اصلا اتبنت عن طريق البي لانجويج نفسها. ماشي، طيب ممتاز جدا. يبقى اليونكس ايه اللي حصل له؟ اتكتب وبداوا يطوروا فيه. طيب بعد ما طوروا اليونكس يا سيدي ايه اللي حصل؟ كانت بيل لابس الريسيرشرز اللي موجودين فيها حاولوا ينشروا اليونكس ده باي شكل ممكن، حاولوا ينشروه باي شكل ممكن. فبيل لابس كانت لما بتحب تنشر او دايما كده، لو انت لاحظت اصلا فوق كده هو اصلا في الاساس كانوا كام شركه مشتركه؟ كانوا ثلاثه. لو بصيت كده اصلا هتلاقي جنرال الكتريك دي بتمثل العنصر التجاري، بيل لابس بتمثل جانب الابحاث، ام اي تي بتمثل الجانب العلمي. خلاص، دايما كده بتلاقي المشاريع الناجحه جدا بتلاقي فيها ايه الثلاث حاجات دول مع بعض، حد يمول المشروع، حد يبص للموضوع من ناحيه الريسيرش، وحد يبص له من ناحيه العلميه الاديوكيشن. خلاص، طيب لما بيل لابس حابه تنشر بقى اليونكس دون، فقالت لك بس احنا اهم مكان ممكن ننشر فيه هو الجامعات، لان هو دايما اللي بيكون فيه الشباب، لما نحب ننشر هننشر عند فئه الشباب دول. طيب كلام جميل، هل قدروا يعملوا حاجه فعليا؟ بداوا يطلعوا الدكاتره بتوعهم من بيل لابس ويبعتوهم للجامعات. خلاص، بعتوا معظم الجامعات اللي موجوده في امريكا وبداوا يدوا فري ريليزز من يونكس. والله الجامعه في المكان الفلاني اديها نسخه من يونكس دون خليهم يشتغلوا عليه براحتهم، والجامعه في المكان الفلاني خليهم يشتغلوا على نسخه يونكس من عندنا ببلاش. خلاص، وابداوا علموا الطلبه. الحاجه بس المميزه في الموضوع دون ان سنه 76 تحديدا، سنه 76 بيل لابس كانت بعت بعض من الدكاتره او من الباحثين بتوعها لواحده من الجامعات اسمها بيركلي يونيفرسيتي. كانت بعت الدكاتره بتوعها او الباحثين بتوع البيركلي يونيفرسيتي سنه 76 عشان يعلموا الطلبه اللي موجودين فيها على اليونكس. تمام، طيب
وهما بيعلموا الطلبة، الطلبة كانوا شاطرين جدا، اتعلموا اليونكس وبدأوا يكتبوا بعض الابليكيشنز على اليونكس ده، تمام؟ مش كده بس، وراحوا واخدين التي سي بي اي بي ستاك وراحوا ضايفينها على اليونكس. مش كده وبس، وراحوا عاملين بعض مع الابس دي، عملوا منها بعض الايديتورز زي اد وجو، خلاص. فلو لاحظت هتلاقي الطلبه نفسهم هما كمان بداوا يطوروا في اليونكس، يعني الطلبه اللي كانوا موجودين جوه الجامعه بداوا يطوروا في اليونكس ابلكيشنز، برامج، كتبوا برامج بس، تطبيقات يعني. طيب كلام جميل. ما انا قلت لك اهو، عملوا بعض البرامج زي التكست اديتورز، زي تكست اديتور كان اسمه ايد وجو، خلاص، وضافوها على اليونكس، وعملوا نقلوا التي سي بي اي بي ستاك وحطوها على اليونكس، ماشي. طيب لما كتبوا برامج ونقلوها عملوا ايه او ايه اللي حصل؟ قال لك بس ده احنا طورنا كتير جدا في اليونكس دون، ده احنا يا سيدي اليونكس ده بما اننا عدلنا فيه خلاص، ده بقى بتاع الجامعه بتاعتنا، وهنسميه بي او بي اس دي، هنسمي نسخه اليونكس بتاعتنا دي اللي احنا طورنا فيها وضفنا لها برامج خاصه بيها وضفنا لها تي سي بي اي بي امبلمنتيشن خاصه بيها، هنسميها بي اس دي. بي اس دي كانت اختصار لبيركلي، اسم الجامعه، سوفت وير ديستريبيوشن، ماشي. طبعا مين اللي اتضايق جدا من الحكايه دي؟ بيل لابس اتنرفزت جدا. ايه ده، انتوا خدت اليونكس بتاعي وضفتولي مش عارف كام برنامج عليه على كام امبلمنتيشن، وقلت لي بقى عندك اوبريتنج سيستم بتاعك اسمه بي اس دي؟ ايه يا عم ده، ده انا قعدت اطور من قبلكم من سنه 64، وبعد كده في 70 وكتبت اليونكس ده مره والتانيه والتالته، وانتوا جيتوا كده خدتوه على الجاهز وقلتوا انتوا عندكم ديستريبيوشن خاصه بيكم؟ لا استنى بقى، عندك اليونكس ده اي حد عايز يشتري، او اسف، اي حد عايز يستخدمه بعد كده لازم ياخد لايسنس. لما عملوا كده بقى مفيش اي حد من حقه يستخدم اليونكس الا لما يرجع لمين الاول؟ لبيل لابس، عشان ما تجيش جامعه ولا تيجي شركه تروح واخده اليونكس معدله لك عليه كلمتين وضايفه له كام برنامج وتقول لك بس احنا عندنا اوبريتنج سيستم خاص بينا، خلاص. بيل لابس بكل بساطه حاولت تحمي حقوقها، بس لا اكتر ولا اقل. طيب ال 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 الحكايه اللي عملوها دي، بعض من الباحثين والدكاتره اللي كانوا موجودين في بيل لابس نفسها شافوا ان ده عباره عن خطه احتكار، تمام. طيب ليه خطه احتكار؟ الموضوع بسيط جدا. ازاي يا سيدي؟ بص كده، بيل لابس لما كانت داخله في المشروع في الاول كان كل هدفها هدف بحثي، فلما كان هدفها بحثي من الاول ما كانش في خطه من الاساس ان الاوبريتنج سيستم ده يكون بفلوس ولا يكون له لايسنس عشان حد يقدر يستخدمه. ومش كده وبس، ده لما اتعمل يونكس واتكتب بالسي واتعمل يونكس فيرجن 2 ويونكس فيرجن 3 واتعمل له ريليز، كان بيتحط للجامعات كلها ببلاش. فمعنى ان انت خليته بلايسنس، انت بكل بساطه بقيت عايز تتحكم في السوق لوحدك، او بقيت عايز تتحكم في الاوبريتنج سيستم ده لوحدك، خلاص. فايه اللي حصل؟ الباحثين اللي موجودين في بيل لابس هنا قال لك بس انا ما عدناش مكملين في بيل لابس دي، واحنا هنبدا نعمل اوبريتنج سيستم بتاعنا خاص بينا. طبعا الحكايه دي ما حصلتش بين يوم وليله، الحكايه دي خدت وقت، لان لو انت بصيت كده البي اس دي كانت عمل سنه 76، ماشي. ولما بيل لابس وقفت ان اي حد يستخدم اليونكس الا بلايسنس، بعض الشركات راحت لبيل لابس وقالت لها انا عايز اخد اللايسنس دي، ماشي. بعض الشركات لو خدت اكزامبلز عليها مثلا، هتلاقي شركه زي اي بي ام راحت لبيل لابس وقالت لها بصوا انا هاخد اللايسنس دي وهستخدمه خلاص بشكل كوميرشال، راحت بيل لابس راحت بايعه لمين؟ لاي بي ام. اي بي ام راحت عامله اي اي اكس، خلاص. شركات زي اتش بي، اتش بي اشترته هي كمان وراحت عامله اتش بي يونكس. عندك كمان شركات زي ابل، ابل خدته وراحت عامله ماكوس اكس، ماشي.
مين تاني يا سيدي؟ صن الله يرحمها يعني، صن دي عملت صن سولاريس. خلاص؟ فلو انت لاحظت كده هتلاقي ان لما تحولت اللايسنس او اتحول الاستخدام بتاع اليونكس للايسنس بيزد، بيل لابس بدات عباره او استخدمته كايه؟ كمنتج كوميرشال، يعني بدات تشتري وتبيع فيه كده زي ايه؟ زي بقول لك ان هو كانه سلعه بالظبط. تمام كده؟ طيب كلام جميل. لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ لما بدات تبيع وتشتري فيه بالمنظر ده، الباحثين اللي موجودين في بيل لابس قدموا استقالتهم وقال لك بس المشروع ده ما عادش نافع معانا، احنا لازم نبدا مشروع خاص بينا تكون اللايسنس بتاعته فري لايسنس. تمام؟ اللي عمل كده تحديدا كان واحد شغال في بيل لابس وقتها اسمه ريتشارد ستولمان. الراجل ده قدم استقالته. بالمناسبه الراجل ده كان واحد من الناس من المطورين الاصليين بتوع اليونكس. ريتشارد ستولمان ده كان واحد من المطورين الاصليين بتوع اليونكس. تمام كده؟ الراجل ده قدم استقالته وراح قايل بس انا مش مكمل يا عم في الموضوع ده، انا لازم او لازم نريليز اوبريتنج سيستم يكون فري للناس، اي حد يقدر يستخدمه. تمام؟ طيب كلام جميل، تعال نمسح الكلام ده بقى ونكمل. بالمناسبه الراجل ده لما بدا حرفيا بدا في اواخر سنه 83، ماشي كده؟ طيب بدأ المشروع بتاعه فعليا سنة كام؟ سنة 1984. و 1984 ده المرحلة التانية اللي احنا قلنا عليها من شوية. تعال نخش كده المرحلة التانية ونشوفها. بالمناسبة كمان الراجل ده لسه عايش لحد النهاردة، لو شفته كده هتلاقي ده انه 3 متر. تعالى كده اوريهولك. هو هذا الراجل اللي تعتبر الاب الروحي لمين؟ اهو للفري او الاوبن سورس سوفت وير. ده الاب الروحي الاوبن سورس سوفت وير بكل بساطه. خلاص؟ بالمناسبه الراجل ده لسه عايش لحد النهارده. تمام؟ هتلاقي عمره في الخمسينات، حاجه و50 سنه. لا 60 سنة، 63 سنة فعلا، كبر جدا يعني. ماشي كده؟ طيب تعال نخش بقى المرحلة التانية اللي هي من أول سنة 84. طيب المرحلة التانية عندنا من 1984. 1984 دي الراجل اللي اسمه ريتشارد ستولمان ده قال لك بس احنا لازم يكون عندنا اوبريتنج سيستم فري. طيب هتعمل ايه يا سيدي؟ قال لك انا هعمل بروجكت اسمه جنو. وجنو ده لوحده كده اختصار لجنو نوت يونكس، جي ان يو. يعني ده مش اليونكس، ده اسمه جنو كده. وهتلاقي جنو ده العلامه بتاعته دايما هتلاقيها كده ال 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 لو شفتها اللوجو بتاعها هتلاقي علامة الايه؟ القرنين الحلوين دول كده على ال ال الجاموسة البرية دي. ماشي؟ اهو ماشي كده؟ فلما تشوف العلامة دي معناها الايه؟ جنو بروجكت. طيب كلام جميل. طب ايه بقى جنونو تيونكس ده؟ هدفه ايه جنونو تيونكس ده؟ هدفه ان يكون في اوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم ده يكون فري. فري هنا مش معناها انه ببلاش، لا، فري معناها ان السورس كود بتاعه ببلاش، عشان لما حد يحب يطور ما تجيش في الاخر مؤسسه ايا كانت المؤسسه دي وتقول لك ايه؟ لا 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 ما حدش يقدر يطور، انا لازم اللي عايز يستخدمه لازم يجي لي يشتري اللايسنس بتاعته. خلاص؟ فمش الهدف من جنو ان يكون السوفت وير ببلاش. ما تخلطش، في فرق بين السوفت وير ببلاش، في فرق ان السورس كود بتاع السوفت وير ده ببلاش. السورس كود معناها ان انا لو خدت الابلكيشن ده وعملت له كومبايل ممكن ابيعه، ممكن ابيعه، ممكن اكسب منه فلوس، لكن ده مش معناه ان انا لو طورت السورس كود ده هحتاج اشتري لايسنس منين؟
من مؤسسة ما او من شركة ما او من جهة ما. خلاص طيب كلام ممتاز. هو اصلا الاوبريتنج سيستم عبارة عن ايه بكل بساطة؟ الاوبريتنج سيستم بيتكون من ايه؟ لو جيت بصيت كده تعالى كده اقول لك على الكومبوننتس بتاع الاوبريتنج سيستم. عايزين نقول الاوبريتنج سيستم الصبح من غير ما ايه ما نتكلم على الكومبوننتس بتاعته. الاوبريتنج سيستم يا سيدي بيتكون اهم حاجة الكيرنل، والكيرنل ده ممكن تعتبره كده ده الكور بتاع الاوبريتنج سيستم، ده اللي هيتعامل مع الهاردوير، ده اللي هيكلم الهاردوير ويقول له اعمل لي الحاجه الفلانيه، ده اللي هيكلم كارت الصوت بتاعك ويقول له انا عايز اشغل الاغنيه الفلانيه، ده اللي هيكلم كارت الشاشه ويقول له اعرض لي الايقونه الفلانيه. خلاص ده اللي هيكلم الميموري ويقول لها احجزي المساحه الفلانيه عشان الابلكيشن الفلاني يشتغل، ده اللي هيكلم الديسك ويقول له انا عايز استور فايل اسمه كذا او عايز اعمل ريتريف لفايل اسمه كذا. فالكيرنل ده هو اللي هيتعامل مع الهاردوير بكل بساطه. خلاص هو اللي هيحدد صلاحيات المستخدمين، هو اللي هيعمل كل حاجه. لا مش البروسيسور، البروسيسور ده فيزيكال كومبوننت، الكيرنل ده سوفت وير كومبوننت. الكيرنل ده هو اللي هيتحكم في البروسيسور، هو اللي هيتحكم في الرامات، هو اللي هيتحكم في الهارد ديسك. تمام كده؟ طيب الكيرنل ده ايه اللي معاه كمان؟ الكيرنل ده محتاج لايبراريز. خلاص لا يا عم البروسيسور مش وهمي، والله البروسيسور ده المعالج بتاعك هو اللي بيحول الاوامر اللي الكيرنل ببعتها لباينري انستراكشن عشان تتنفذ، او اسف مش لباينري، هو اللي بيحول الاوامر لانستراكشنز عشان الحاجات تتنفذ. الكيرنل هو اللي بيدي الامر، الامر ده يروح للبروسيسور، البروسيسور يعمل له معالجه بشكل ما، وبعد كده الـ 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 الامر ده يتبعت للهاردوير عشان يتنفذ. خلاص كل حاجه عندك بتعملها بتتحول في الاخر لصفر او واحد، اي امر بتعمله اي حاجه حتى حركه الماوس نفسها بتتحول في الاخر لصفر او واحد. خلاص الانستراكشنز دي بتروح للكيرنل، الكيرنل يعمل عمليات حسابيه عليها واوتوماتيك يبعتها للهاردوير الفلاني عشان يشغلها او عشان ينفذ الامر ده بس. الكيرنل فوق منه على طول طبقه ثانيه كده من اللايبراريز، ومين كمان؟ الشيل كمان معاه موجود هنا. خلاص وفوق الشيل ده كده بقيه الابلكيشنز بتاعتك، ممكن كمان تعتبر ان الجي اي كمان جزء منها. خلاص بكل بساطه ده الايه الاوبريتنج سيستم بتاعك عباره عن اهم ثلاث طبقات فيه الكيرنل، وده اللي بيتعامل مع الهاردوير، فوق منه اللايبراريز وكمان الشيل، وفوق من الاثنين دول على طول بقيه الابلكيشنز، سواء الابلكيشنز دي كوماند لاين او جرافيكال يوزر انترفيس. تمام طيب ممتاز جدا. طيب نرجع بقى تاني كده 1984، الراجل ده بدا مشروع كان كل هدفه ان يكون في اوبريتنج سيستم فري. هل الراجل ده قدر يعمل؟ ما انا قلت لك الكيرنل ده هو عباره عن الكور بتاع الاوبريتنج سيستم، الكيرنل ده هو الكور بتاع الاوبريتنج سيستم، هو اللي بيعمل حاجه اسمها ميموري مانجمنت، هو اللي بيعمل حاجه اسمها يوزر مانجمنت. خلاص هو اللي بيتكلم مع الديسكس بتاعك، ستورج مانجمنت، لما بتبعت حاجه عن طريق النتورك. بكل بساطه بكل بساطه اعتبر ان الاوبريتنج سيستم او اسف الجهاز بتاعك اعتبره زي البني ادم، البني ادم ده له جسد وله روح. خلاص مين مين اللي بيدي الاوامر للجسم ده كله ان هو يتحرك؟ مين اللي بيدي الاوامر للجسم ان هو يتحرك؟ اللي بيدي الاوامر فعليا هو العقل، البرين بتاعك. خلاص حلو جدا. طيب مين بقى اللي بيحرك او مين اللي بيمد العقل دون اقول لك ايه بالغذاء اللازم عشان يشتغل؟ العقل ده عشان يشتغل لازم يحصل عمليه ضخ للدم، صح؟ لا سيبك من الروح دي دلوقتي خالص، القلب، صح؟ اعتبر ان الكيرنل هو الايه القلب بتاعك
بس بكل بساطة ماشي كده. طيب ارجع امسح دي كده. طيب نرجع نكمل بقى كده. طيب الراجل ده سنة 1984 ده قدروا يعملوا حاجة؟ ايوه الكيرنل اعتبره هو الكود المسؤول عن انه يتحكم في الهاردوير بتاعك او انه هو يبعت اوامر الهاردوير بتاعك. الهاردوير من غير الكيرنل وعبارة عن حتة حديدة ملهاش اي لازمة، بس زي ما انت جسمك بالظبط عبارة عن حتة لحم وشوية دهن ملهمش اي لازمة، لحم ودهن وعظمة ملهمش اي لازمة، لازم يكون في عقل وفي قلب عشان يشتغلوا. العقل عشان يحركهم والقلب عشان يمد العقل بالغذاء اللازم. بالظبط نفس الحكاية. خلاص هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك الكيرنل وهتلاقي عندك البروسيسور. البروسيسور ده الفيزيكال كومبوننت نفسه، ده اللي هيبعت الامر او الانستراكشن، ده اللي هيهندل الانستراكشن، ده اللي هيترجم الاوامر اللي جايه من الكيرنل ويبعتها للهاردوير الفلاني عشان يعملها. خلاص الكيرنل نفسه بقى هو اللي هيبعت الامر او هو اللي هيمده بالمعلومات اللازمه عشان يشوف هو هيعمل ايه. طيب حلو، هل الراجل ده قدر يعمل اوبريتنج سيستم؟ احنا قلنا 1984 الراجل ده بدا وقال لك انا الهدف يكون عندي اوبريتنج سيستم الكود بتاعه فري. ها هل قدر يعمل حاجه زي كده؟ بكل بساطه الراجل ده قعد 7 سنين من 1984 لحد 1991، قعد 7 سنين كاملين ما قدرش يعمل فيهم الا الابلكيشنز دي. خلاص عمل لايبرريز كمان، عمل شيل. خلاص مش كده بس، عمل حاجه اسمها كومبايلر كمان. الكومبايلر ده هو اللي بتستخدمه عشان تكتب الابلكيشنز. خلاص يعني اتعمل الفتره دي حاجه اسمها الجي سي سي او الجنو سي كومبايلر. ده كومبايلر بيسمح له ان هو يكتب الكود بتاعه ويحوله بعد كده الابلكيشنز. لو حد فيكم اشتغل برمجه قبل كده هتلاقيه كان بيكتب الكود وبعد كده يعمل له حاجه اسمها كومبايل، يحول الكود ده الباينري يقدر يشغله او يحول الكود اللي مكتوب لابلكيشن. خلاص فالراجل ده عمل تقريبا كل حاجه. يعني اتكتب شيل، اتكتبت لايبرريز، اتكتبت ابلكيشنز، اتكتب كومبايلر، كل ده اتكتب. بس اهم جزء في الموضوع كله ما قدرش يعمل مين؟ ما قدرش يعمل الكيرنل. عارف بالظبط عامل زي ايه؟ عامل زي واحد قال لك انا هعمل عربيه جديده. خلاص عمل كل حاجه في العربيه، عمل هيكل العربيه وعمل لها فوانيس وركب لها دركسيون، عمل كل حاجة بس ما قدرش يعمل موتور العربية. هل العربية هتمشي؟ مستحيل، انسى خلاص. عمل كل حاجة ما عدا الموتور بس كده. فده هو بكل بساطة هو ده اللي الراجل عمله. ماشي طيب قعد 7 سنين كاملين. بالمناسبة في السبع سنين اللي اشتغل فيهم دول ما كانش بيشتغل لوحده، ده الراجل ده انضم له مئات المبرمجين حوالين العالم، ناس كتيرة جدا انضمت له. تمام كده؟ فبقاش بيكتب لوحده، يعني الكود بدأ يكبر والابس بدأت تزيد، اتكتبت كمية ابس يمكن يكون مئات من الابليكيشنز اتكتبت. ناس كتيرة جدا طورت في مين؟ في الـ في الـ في الـ في الاوبن سورس سوفت وير ده. طيب اللي حصل بقى ان سنة تحديدا 1991 طالب في مشروع التخرج بتاعه بعد رسالة مشهورة جدا على الانترنت وقال يا جماعة انا عملت، انا شغال على اوبريتنج سيستم جديد. الاوبريتنج سيستم ده اسف، انا شغال على كيرنل جديد. الكيرنل ده بيسبورت هارد ديسكس من نوع اي تي بس. خلاص والاوبريتنج سيستم ده بتاعي ده بيسبورت حاجة اسمها مالتي ثريدنج او ممكن نسميها مالتي تاسكينج، خليها مالتي ثريدنج دلوقتي. ايه موضوع المالتي ثريدنج ده؟ بكل بساطه لو جيت تبص كده على المالتي ثريدنج ده
هتلاقي ان الماث ثريدنج ده لو بص يعني لو على الاسم نفسه ان يكون عندك اب شغال, الاب ده تقدر تعمل له بوز خلاص وتبدا تشغل واحد تاني, وبعد ما تشغل واحد تاني تعمل له بوز, بعد كده تعمل ترجع تعمل ريسيوم للاولاني خلاص. قبل كده فيما قبل ذلك كان ايه اللي بيحصل؟ بص انت عندك ثلاثة ابس, ابلكيشن اسمه ايه وابلكيشن اسمه بي وابلكيشن اسمه سي. قبل كده كنت بتشغل ايه من اول ما يبدا لحد ما ينتهي, بعد كده كنت بتشغل بي من اول ما يبدا لحد ما ينتهي, بعد كده كنت بتشغل سي من اول ما يبدا لحد ما ينتهي خلاص. طيب دلوقتي لما قال لك انا عملت كيرن الجديد, الكيرن اللي بيسبورت المالتي تريدنج هتشتغل ازاي؟ قال لك بص شغل ايه اهو, بعد كده وقفه اعمل له بوز, بعد كده ها شغل بي اهو, بعد كده وقفه اعمل له بوز, بوز توقف مؤقت بس ماشي, بعد كده ارجع شغل ايه مره تانية او اعمل ريسيوم لايه مره تانية, بعد كده ارجع كمل بي, بعد كده اعمل بوز لبي وابدا سي, بعد كده ارجع كمل بي, بعد كده ارجع كمل ايه. شوف ايه اللي بيحصل. فلو انت بصيت كده على التايم ده, لو انت بصيت كده على التايم ده هيز... لو انت حطيتها كده في يعني في خط واحد هتحس ان ايه شغال وبي شغال وسي شغال الثلاثه, بس هما في الحقيقه هما كلهم في الحقيقه يعتبروا شغالين في نفس الوقت صح. بالتحديدا هيبان الكلام ده كله لو حطيت حاجه اسمها تايم سلايس لكل واحده قليله, يعني لو قلت له ان ايه ده هيشتغل وليكن هيشتغل لمده 20 ملي سكند, بعد كده اعمل له بوز, بعد كده بي هيشتغل لمده 50 ملي سكند, بعد كده اعمل له بوز, بعد كده سي هيشتغل لمده وليكن 70 ملي سكند, بعد كده اعمل له بوز وارجع كمل ايه لمده 100 ملي سكند, ارجع اعمل له بوز. فلو بصيت على التايم كده في خلال 10 ثواني هتقدر تقول ان الثلاثه شغالين مع بعض صح بكل بساطه. طيب اللي شاف الفكره دي وحس ان في حاجه جديده موجوده ها مين بقى يا معلم؟ الاول اللي عمل الحكايه دي اصلا سنه 91 كان واعي اسمه لينوس تورفالدس, في الوقت ده كان لسه طالب في مشروع التخرج بتاعه ولسه يعني زي ما بقول كده ورور, يعني لسه بادئ حاجه جديده خالص تمام. المهم ان لينوس تورفالدس ده لما كتب الكيرنل ده نشر في رساله مشهوره جدا على النت, رساله شهيره جدا على النت, قال يا جماعه انا عملت كيرنل جديد, الكيرنل ده بيسبورت المالتي ثريدنج, والكيرنل اللي كتب ده بيسب او شغال على هارد ديسكس من نوع اي تي, وان هو نفسه بيقول ان انا ما اقدرش اشغلها او انا مش عارف ازاي اشغلها على اي هارد ديسك من اي نوع تاني. مين اللي شاف الرساله دي ها؟ مين اللي شافها وبدا يهتم بيها؟ فاكرين الراجل اللي عمل جنو بروجكت ريتشارد ستولمان؟ الراجل ده شاف الرساله على الانترنت فبدا يفكر ايه ده في حاجه اسمها مالتي ثريدنج, ايه مالتي ثريدنج بقى, تعال نشوف ايه الحكايه الجديده دي, ايه اللي الراجل ده بيتكلم فيه. راح واخد الكيرنل بتاع الراجل ده اهو كده, بقى عندنا اوبريتنج سيستم اصلا كامل ولا لا؟ يعني كده لو انت جيت بصيت كده, تعال نمسح الكلام ده كله كده, كده بقى عندنا كيرنل وده كان اهم جزء مفقود. طيب ايه كمان اللي كان مكتوب قبل كده؟ اصلا كان عندهم ها كومبايلر وكان عندهم الشيل وكان عندهم اللايبراريز وهم كمان كانوا كاتبين الابس. ده انا كده بقى شبه عندي اوبريتنج سيستم جديد صح؟ انا كده بقى عندي اوبريتنج سيستم اساسا صح؟ ما هم فضلوا قعدوا 7 سنين مستنيين كيرنل, كده بقى في كيرنل موجود, بقى في كيرنل موجود خلاص. فلما الراجل ريتشارد ستولمان ده شاف الرساله بتاع لينوس تورفالدس دي راح واخد الكيرنل وراح مكلمه وبداوا ايه يعملوا مشروع جديد خالص, ضموا الاثنين على بعض وقال لك بس احنا بقى عندنا اوبريتنج سيستم جديد. بعد كده راح جاي ريتشارد ستولمان راح مكلم لينوس وقال له اختار اسم للكيرنل بتاعك, اختار اسم للكيرنل بتاعك ده. فالراجل ده كان اسمه اصلا ايه؟ كان اسمه لينوس, اسف
لينوس، لينوس تورفالدز. تمام، لينوس ده عمل ايه يا سيدي؟ لينوس ده حب يختار اسم لما ريتشارد ستولمان عرض عليه ان هو يستخدم الكرنل بتاعه ده مع بقيه السوفت وير. فالراجل ده واقف كده عمال يفكر في اسم للكرنل بتاعه ده، كان واقف يوميها وهو بيختار اسم كده، ابو بفكر في اسم، واقف في الشباك، واقف في البيت بتاعه وفاتح الشباك واقف عمال يتفرج. الراجل ده من الاساس على فكره، بالمناسبه الراجل ده من فنلندا، عندهم هناك على طول الجليد، او الجليد بيكون كبير جدا بكثافه في الشتاء. او المهم يعني ان الراجل ده واقف في الشباك بيبص كده وعمال يفكر في اسم، فلقى ان في عندهم، او واقف كده بالشباك، لقى ان في بطريقين كده معديين قدام الشباك عنده ماشيين، فبطريق منهم راح متكعبل وقع على وشه في قلب التلج، فعجبه جدا الحكايه دي، فحب ياخد لوجو كده ايه من اسم البطريق اللي قدامه معدي دول. بالمناسبه كلمه بطريق اصلا من الانجليزي يعني تاكس، ها، فتاكس دي حب ياخد اسم، هو اسمه لينوس، فلو حب يعملها لينوس تاكس لقاها صعبه شويه، فراح قال لك بس انا هسميها لينوكس، خد الاكس من كلمه تاكس دي. عشان كده هتلاقي النهارده الشعار بتاع لينكس في اي مكان هتلاقيه علامته ها البطريق اللي انت بتشوفه ده. ليه اتخذ البطريق ده؟ لان الراجل ده هو بيختار الاسم بتاعه بس، هو واقف في الشباك لقى ايه البطريق ده كده معدي قدامه خلاص، فراح واخد الاسم بتاعه وحطه على اسمه هو شخصيا، وراح عامل كلمه واحده موحده للاثنين خلاص كده. الاوبريتنج سيستم ده بقى الاسم بتاعه ايه؟ اسم الاوبريتنج سيستم ده بقى اسمه جنو لينوكس. ليه لينوكس؟ عشان الكيرنل. طب ليه جنو؟ ها عشان ايه؟ عشان بقيه الابس والشيل والكومبايلر كل الكلام ده اتكتب في المشروع اللي اسمه جنو. يبقى الاسم الاصح لنظام التشغيل المفروض يكون اسمه جنو لينوكس وليس لينوكس فقط. لينوكس معناها الكيرنل بس، بقى الاسم الاشهر دلوقتي هو لينوكس بس، بقى الاسم الاشهر هو لينوكس، يعني مجازا كده كنت سميه لينوكس، بس الاسم الصح بتاعه 100% هو اسمه جنو لينوكس. ماشي، حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب ممتاز جدا. طيب كده المرحله الثانيه عدت، المرحله الاولى كان اليونكس ظهر، وبعد كده بدات بيل لابس تخلي له لايسنس، شركات تجاريه بدات تشتريها زي ابل وزي اي بي ام وزي سان وزي اتش بي خلاص. المرحله الثانيه واحد من الباحثين اللي كان موجودين في بيل لابس استقال وعمل مشروع اسمه جنو، وفضل جنو ده يكتب ابلكيشنز لحد ما سنه 91 ظهر لها كيرنل، وبداوا يعملوا باكجنج الاثنين مع بعض، فبقى في ايه، في نظام تشغيل بالكامل موجود دلوقتي اسمه جنو لينوكس. طيب المرحله الثالثه بقى عندنا ممكن تعتبرها من بعد ما لينوكس ظهر على طول، او من بعد ما الكيرنل ده ظهر خلاص. بالمناسبه راح فين بي اس دي؟ طيب بي اس دي فضل زي ما هو، فضل مبني على اليونكس خلاص، وفضل الطلبه يطوروا فيه، فضل زي ما هو. هتقولي طب ما هي كانت عملت اللايسنس، كانت عملت اللايسنس بقى وقتها، كان لازم الناس دول يشتروا اللايسنس من بيل لابس. هقول لك لا، ده البي اس دي اتعمل له ريليز قبل ما بيل لابس تعمل اللايسنس، ففضل معاهم يقدروا يشغلوه ببلاش لانه اتعمل له ريليز واتعمل له لايسنس خاصه بيه لوحده اسمها بي اس دي لايسنس، قبل ما كانت بيل لابس تعمل اللايسنس بتاعت مين؟ بتاعت اليونكس. ماشي، ففضل البي اس دي موجود خلاص، بالمناسبه اسمه بي اس دي وليس بي اس دي، فضل موجود، فضل الطلبه يطوروا فيه لحد ما النهارده لسه موجود. ايوه لسه موجود لحد النهارده. وفي منه هتلاقي في منه اكتر من فاريانت موجود، زي اوبن بي اس دي وزي فري بي اس دي. ماشي، وبالمناسبه بي اس دي ده الباك بون بتاع الانترنت، دي ان اس باك بون بتاع الانترنت بتاع العالم كله مبني عليه، موجود لسه عليه لحد النهارده شغال عليه. ماشي، طيب نرجع مره ثانيه بقى كده. طيب
من 91 ممكن اقول لك ان البدايه الحقيقيه، انا قلت لك المرحله الثانيه تبدا من 91 من بعد ما الكيرنل بتاع الكيرنل اللي اسمه لينكس ده ظهر، ماشي. البدايه الحقيقيه فعليا بقى في المرحله الثالثه كانت سنه 93. خلاص سنه 93 في شركتين ظهروا، الشركه الاولانيه اسمها سلاك وير، او مشروعين بلاش شركتين سخليها مشروعين، المشروع الثاني كان اسمه ديبيان. خلاص سلاك وير دي ظهرت بدات تاخد الابلكيشنز بتاعه جنو مع اللايبراريز مع الشيلز مع الكيرنل وتعمل حاجه اسمها سلاك وير لينكس. خلاص طيب ديبيان برضو نفس الحكايه، بداوا يجمعوا مين؟ ها الابلكيشنز مع الكيرنل وبداوا يعملوا حاجه اسمها ديبيان لينكس. طيب كلام جميل. سنه 94 بقى شركة ريد هات ظهرت، ماشي كده؟ طيب ريد هات لما ظهرت، او السؤال بقى هو ايه الفرق بين سلاك وير وبين ديبيان وبين ريد هات؟ لما هم كلهم واخدين، لما انت كلهم عمال تقول لي واخدين نفس الابلكيشنز من جنو واخدين نفس ال 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 الكيرنل برضه اللي هو لينكس دون واخدين نفس الشيلز، طب ما كانت عمل لينكس واحد وخلاص الموضوع انتهى على كده. هقول لك بس ثانيه واحده بس، ارجع عندي كده. فاكر مشروع جنو؟ مشروع جنو ده كان كل هدفه ان السورس كود يكون، ها لا، الكيرنل بتاع اللينكس كان عباره عن جزء من جنو بروجكت. انا قلت لك ان الكود بتاع او الكودز اللي تبع جنو بروجكت دول هتكون كلها فري. خلاص فكل شركه راحت واخده الكود وعملت له كومبايل وشغلته، مش محتاجه اي لايسنس مش محتاجه اي حاجه. طيب حاجه بس عايز اقول لك عليها، ان جنو بروجكت ده، ان جنو بروجكت ده عشان يحمي الكود بتاعه زي ما الراجل ده سالني، عمل حاجه اسمها الفري سوفت وير فاونديشن. الفري سوفت وير فاونديشن دي كان كل هدفها في الحياه تتاكد ان الكود هيفضل دايما فري. بمعنى ان انا مصطفى انا خدت الكود بتاع محمد، محمد ده كتب ابلكيشن اسمه وليكن ميديا بلاير، تمام؟ انا خدت الكود عدلت فيه. فالفري سوفت وير فاونديشن ده كل هدفها في الحياه ان هي تشوف بس كده، لو حد خد السوفت وير ده، لو حد خد السورس كود الكود نفسه بعد ما استخدمه، ها هيعمل له ريليس فري ولا لا؟ طب هل في حد خد السورس كود ده وقال ده بتاعي وسرق الكود وقال لك ده بتاع انا من غير ما من غير ما ما يرجع للريليز الاصلي ومن غير ما يقول للريليز الاصلي بتاعه فين؟ خلاص بكل بساطه كان هدفها ان هي تراقب كل الكود اللي هيتعمل له ريليز والريليز بتاعه يكون تبع جنو بروجكت. خلاص طيب مش كده وبس، ده الجنو بروجكت نفسه عملوا لنفسهم لايسنس كده سماها الجي بي ال او الجنرال بابليك لايسنس. الجنرال بابليك لايسنس دي كانت بتقول لك من حقك تبيع السوفت وير، من حقك تبيعه زي ما انت عايز مفيش اي مشكله، لكن السورس كود ده لازم يكون فري. مش كده وبس، لو انت خدت السورس كود بتاع شخص لازم، او اسف، لما تعمل له ريليز مره تانية هيبقى المالك الاصلي بتاع السورس كود هو مين؟ الشخص الاول اللي كتب الكود ده. طب انا عدلت فيه، طب انا كده حقي راح؟ حق التعديل ده راح؟ لا، هيتحط اسمك عليه كواحد من الناس اللي عدلوا الكود، وهو ده اللي حصل في الحقيقه. ماشي؟ ده ليه؟ ده عشان يحمي الشخص، عشان يحمي حق الراجل اللي كتب الكود الاول، ويحمي حقك كمعدل الكود، انت عدلت فيه فقط. خلاص؟ ايه اللي يضمن ان السورس كود ده للمالك الاصلي؟ الملك الاصلي لما ياخد السورس كود ده، ها لازم يعمل له ريليز الاول مع اللايسنس اللي اسمها الجي بي ال، ساعتها الفري سوفت وير فاونديشن ممكن تحميه. يعني فرضا انت جيت دلوقتي اسمك وليكن محمد عطله، رحت جاي واخد الكود بتاعي اللي انا مصطفى بتاع الابلكيشن اسمه ميديا بلاير ده وقلت ده بتاعك انت، لا ما هو ثانيه واحده، ما هو في اصلا منظمه بتحمي الكلام ده اسمها الفري سوفت وير فاونديشن،
ودي بتحمي الحقوق القانونيه لايه؟ للجي بي ال واللايسنس، او اسف السوفت وير اللي ريليس تبع جنو بروجكت. ماشي. طيب نعم، لا مش لازم جيت هاب، انا ممكن اعمل ابلكيشن اسمه اكس والابلكيشن ده احطه على السايت بتاعي، بس لما اجي احطه لازم اروح اكلم مين؟ الناس دول واقول لهم ثانية واحدة انا عملت ابلكيشن فلاني وده نسخة من السورس كود خدوها عندكم، عشان لو جه واحد بعد كام يوم راح واخد نسخة منها تانية وراح معدل فيها كده سطرين وقال لك دي بتاعتي اقدر اجيبه من رجليه. ماشي. جيت هاب ده بس ده انت ده جيت هاب ده مش الحاجه الوحيده اللي موجوده، ده انت ممكن تعمل له ريليز على حاجه اسمها كيرنل دوت اورج. في جيت هاب موجود، في كوبلكس، في كميه حاجات ممكن تريليز عليها كتيره جدا. خلاص. اللي يخالف الشروط دي بقى يا معلم فري سوفت وير فاونديشن دي هي اللي تتعامل معاها بقى، تروح بقى المحكمه تشتكيه بقى توديه في داهيه مش مشكلتي انا. خلاص. هو فعلا بتبعت الكلام ده كله للمحاكم. طيب كلام جميل. خلاص الكود الجديد انت هتاخد انت هتاخد كود قديم موجود تعدله، بعد ما تعمل الكود الجديد لازم تعمل له ريليز مره ثانيه، ها، للسورس كود بتاعه. يعني انت دلوقتي كان عندك سورس كود كان فيه 30 سطر، رحت انت مزود عليه 5 سطور بقى 35، ال 35 الجداد دول لازم تعمل لهم ريليز هما كمان. خلاص. انا بقول لك هو ده هدف المشروع. ليه يتعمل له ريليز مره ثانيه؟ عشان ما يجيش واحد تاني، او عشان الكود اللي انت كتبته ما فيش واحد تاني يضيع وقته فيه. هو ده كان هدف المشروع من الاساس اساسا، يعني من الاصل كده ده كان هدف المشروع. خلاص. طيب نرجع بقى لموضوعنا، هو ليه بقى في ثلاث مشاريع موجودين دلوقتي؟ ليه في سلاك وير، وليه في ديبيان، وليه في ريد هات؟ بكل بساطه الاجابه على ده ابسط مما تتخيل. الجنو بروجكت ده لما جه اشتغل، انا قلت لك مئات المبرمجين اشتغلوا فيه، صح؟ مئات المبرمجين اشتغلوا فيه. فراح جاي حبه من الديفلوبرز دول عملوا مثلا ابلكيشن اسمه وليكن او عملوا نتورك امبلمنتيشن. ودول نتورك امبلمنتيشن واحد، ودول عملوا نتورك امبلمنتيشن اتنين. راح الجاي ريد هات راحت واخده امبلمنتيشن اتنين، وراحوا جايين الديفلوبرز بتوع ديبيان قال لك لا 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 دي شكلها وحش قوي مش عاجبنا يا عم، احنا هناخد دي. خلاص. فبقى ده عنده امبلمنتيشن وده بقى عنده امبلمنتيشن تاني. ماشي. دي وجهه نظر المبرمجين ان دي احسن من دي، بس لا اكتر ولا اقل. طيب هتلاقي بقى القاسم المشترك بينهم، يعني لو انت عندك مثلا ان الاوبريتنج سيستم فرضا ان هو بيتكون من 4000 باكج، هتلاقي ريد هات وديبيان الاثنين بيشتركم مثلا في 3850 باكج، والفرق بينهم كله على بعضه 150 باكج بس. الناس بتوع ريد هات قالوا لك احنا هنستخدم الامبلمنتيشن اكس للسوفت وير كذا وكذا وكذا، والناس بتوع ديبيام قال لك لا 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 احنا هناخد امبلمنتيشن ثانيه، ده قال لك احنا هناخد التكست اديتور الفلاني، وده قال لك هناخد تكست اديتور ثاني. بس كده لا اكتر ولا اقل. لكن الباقي هتلاقيه كله مشترك بينهم. ها حد عنده اي مشكله؟ ايوه. ريد هات هي شركه في حد ذاتها، ديبيان ده عباره عن مشروع مش شركه. خلاص. ولسه اقول لك الفرق بينهم دلوقتي، خلينا بس دلوقتي اقول لك حالا، او خلينا اكمل وهتفهم الفرق دلوقتي حالا. ثواني، تعال كده نوقف الكلام دول ونمسحه. ريد هات بقى هنركز عليها شويه كمان لان احنا هنشتغل عليها هي تحديدا.
ريد هات يا سيدي سنة 98 بدأت تريليز حاجة اسمها ريد هات لينوكس. تمام، وبدأت تريليز ريد هات لينوكس. فضلت تريليز ريد هات لينوكس 1 2 3 4 لحد ريد هات لينوكس 9، وده كان سنة 2003. خلاص، بعد كده راحت جاية وراحت قال لك بس يا عم استنى بقى، عندك انا هوقف الريليزز بتاعت ريد هات دي، ما عدتش هنزل حاجة اسمها ريد هات لينوكس. قال لك امال ايه يا عم، قال لك بس استنى عندك انا هبدأ انزل اتنين ريليزز بعد كده بقى من ريد هات. قال لك والله اللي عايز يستخدم ريد هات انا هيكون عندي نسخة اسمها ريد هات انتربرايز لينوكس، وعندي حاجة تانية هيكون اسمها فيدورا. خلاص، فيدورا دي هتكون موجهة لمين؟ للديفلوبرز والتسترز والهوم يوزرز. امال ريد هات دي هتكون موجهة لمين؟ دي هتكون موجهة للانتربرايز وورلد. زي مين يا عم كده؟ مثلا زي الحكومات، زي شركات البترول، زي البنوك وهكذا. ماشي كده؟ خلاص، معلش ما تخلطش بين شركة بدأت شغل وبين المشروع اللي كان اسمه جنو. جنو ملوش دعوة خالص بريد هات. جنو ده اللي هدفه ها ان السورس كود يكون ببلاش. ريد هات خدت الناتج بتاع المشروع ده وبدأت تشغله. خلاص كده؟ طيب السؤال بقى، هتقولي طب ما كده ريد هات خلفت الشروط بتاعت جنو. هقول لك بس استنى ثانية واحدة بس. الشروط بتاعت جنو كان ان السورس كود ما ينفعش يتباع، ولا السورس كود او اسف اه السورس وير ما ينفعش يتباع، ولا السورس كود يكون فري؟ ها بكل بساطة كان الناتج بسيط جدا، السورس كود لازم يكون فري، وده اللي ريد هات عملته. كل السورس كود بتاع كل الابليكيشنز اللي عند ريد هات طالما هي جاية من جنوب بروجكت هتلاقي السورس كود موجود، السورس هتلاقيه موجود، لكن الباينرز اللي اتعمل لها الكومبايل هتلاقيها هي اللي بايه؟ هي اللي لازم لها سبورت، هي اللي لازم لها سبسكريبشن بكل بساطة. ماشي؟ يبقى كده ريد هات ما خلفتش جنو ولا حاجه. بالمناسبه هي ما خلفتش جنو، لان اي حاجه بتعدلها على الكود بترجع تعمل لها ريليز مره تانية، بس هي بترجع تعمل سبسكريبشن لمين؟ للحاجات اللي هي ايه؟ اللي هي جاهزه، الباينرز اللي هي جاهزه. تمام؟ ففضل السورس كود ايه؟ ببلاش. والله يا عم عايز تاخد السورس كود وانت تعمل بيلد للسورس كود بنفسك اعمله، محدش هيمنعك. خلاص كده؟ ايه اللي غلط في العملية؟ ايه اللي غلط فيها؟ عندك مشروع، اي برنامج في الدنيا بيتكتب له جزئين، الجزء اللي اليوزر بياخده يشغله، والسورس كود اللي المبرمج كتبه. السورس كود المبرمج كتبه بيقول لك الشرط بتاع الابليكيشن ده ان السورس كود يفضل فري، ده بتاع المبرمج. خلاص، اي حد هياخد يعدل فيه السورس كود يفضل فري. طب الجزء اللي اليوزر هيستخدمه اللي هو الباينري تحديدا، اللي هو البرنامج اللي انت هتاخده تشغله، عايز تبيعه بيعه، مفيش مشكله عندي، بس ادي كل الحدوته، مفيش فيها اي حاجه غامضه. خلاص، طيب ايه موضوع السبسكريبشن ده؟ الموضوع بسيط جدا، انت عايز تاخد حاجه جاهزه من ريد هات، هتاخدها تشغلها على طول، مش هتعمل لها بيلد. طالما هتاخدها جاهزه على طول لازم تدفع حاجه لكده، مش كده وبس، هي ريد هات هتديك الابديتس. ايه اللي يجبر شركة زي دي عندها ديفلوبرز وعندها ناس مبرمجين وناس ديزاينرز ان هي تديك الحاجة ببلاش؟ ما الناس دي عايزين مرتبات هما كمان، صح؟ معنى كده ان انت كمان عايز تشغل الشغل، عايز تشغل الاوبريتنج سيستم بتاعك، بمعنى ادق ان انت عايز الابديتس تكون موجودة عندك في الريال تايم، محتاج سبورت منهم لو حصلت مشكلة يتدخلوا يحلوها لك. تمام كده؟ فانت محتاج كل الكلام ده، من غير الكلام ده ايه اللي حصل؟
والله بلد بنفسك بقى، وارجع اعمل ريكومبايل الكود بنفسك، واعمل الباينرز بنفسك، خد الكود يا عم واعمل كل الكلام ده بايدك. عايز تريح دماغك خلاص، خد الحاجه جاهزه منهم، بس هتدفع ايه؟ سبسكريبشن، سبسكريبشن عشان تاخد الابديتس وعشان تاخد السبورت منهم لو حصلت مشكله، حد تقدر تتكلم معاه ويحل لك المشاكل بتاعتك بس، لا اكتر ولا اقل. طيب ريد هات لما عملت ريليز لنسخه ريد هات انتربرايز لينوكس بقى خلاص، فضل التريليز كده هتلاقي عندك الانتربرايز. النهارده احنا حاليا شغالين في 7 خلاص، اشهرهم او معظم الناس النهارده او معظم الشركات هتلاقيها شغاله يا اما على 5 يا اما على 6 خلاص، معظم الشركات هتلاقيها شغاله يا اما على 5 يا اما على 6 تمام كده. النهارده 7 اتعمل له ريليز، بقاله اكتر من يمكن بقاله اكتر من سنوي كمان خلاص. حاليا النسخه اللي احنا شغالين عليها تحديدا هي 7.2، ده الليتست ريليز اللي احنا شغالين عليه ماشي كده. طيب ما شاء الله لسه شغال على 4. عايز بس اقول لك على حاجه، ان ال 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 هتلاقي مثلا في بعض البنوك لسه شغاله على الريز قديم زي 4 أو 5، مفيش أي مشكلة خالص. بالمناسبة كمان النسخة الانتربرايز، النسخة الانتربرايز العمر الافتراضي بتاعها ريد هات بتقول لك أنا هديك سبورت على أي ريليز لمدة 10 سنين من تاريخ ما أنا أعمل له ريليز. يعني لو 7 ده مثلا 7 كان الريليز بتاعه سنة 2015، عارف ده معناه إيه؟ إن ريد هات هتفضل تديك سبورت لحد 2025. وصلت؟ مش كده بس، ريد هات بتعمل لك حاجه كمان، انت ممكن تطلب منها كده على جنب لوحدها حاجه زي اكستندد سبورت خلاص. يعني هو يديك 10 سنين تقول له لا 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 يا عم انا شغال في شركه بترول، انا هقعد اصلا ديفلوب الكود بتاعي بتاع السيرفرز اللي عندي لمده 4 سنين، يبقى انا كده السبورت بتاعي هيكون 6 سنين بس. فانت ممكن توصل معاه لاتفاقيه يقول لك احنا هنديك سبورت لمده 12 سنه مش لمده 10 بس، ده اكسكلوسيف بشكل خاص ليك لوحدك، ها مش للناس كلها، خليك فاكر الحكايه دي يعني. ماشي كده. طيب كلام جميل، نرجع بقى. يبقى ده بالنسبه للنسخه الانتربرايز. بالنسبه لفيدورا بقى، ايه حكايه فيدورا دي؟ قالت لك بس انا هعمل نسخه ثانيه للديفلوبرز وللتسترز وللهوم يوزرز. الفيدورا دي هيكون الريليز لايف تايم بتاعها من 4 لـ6 شهور فقط خلاص. هتلاقي الريليز بتاعت فيدورا النهارده، يعني لو جيت بصيت معايا كده وليكن هجيب فيدورا سيرفر، بص فيدورا اللي موجود عندنا فيدورا كام؟ ها فيدورا 24، ريليز 24. ريليز 24 تعال نتكلم كده بسرعه عليه. ايه حكايه الريليز بتاعت فيدورا دي يا سيدي؟ بص يا سيدي، فيدورا الريليز لايف تايم سايكل بتاعها هتلاقيه كل من 4 لـ6 شهور خلاص. طيب كلام جميل. الانتربرايز ريد هات بتقول لك، ريد هات بتقول ان الريليز بتاعه كل 24 شهر. معنى كده ان كل تقريبا كل 4 من 4 لـ5 ريليزز من فيدورا هيقابلها ريليز واحد من ريد هات خلاص. مش كده بس، اي حاجه عايزين يعملوا لها تيستنج هيحطها في مين الاول؟ فيدورا. فيدورا دي هيكون فيها الكاتنج ايدج ابلكيشنز، يعني الابلكيشنز اللي لسه نازله ليتست ريليزز يعني خلاص. بمجرد ما الابلكيشنز تنزل فيدورا يتعمل لها تيستنج على ريليز والتاني والتالت، هتلاقي في ملايين المستخدمين جربوها خلاص. اول ما تثبت ان هي سليمه مفيش فيها اي مشاكل هيتعمل لها بورت او هتتنقل لمين؟ لريد هات او للنسخه الانتربرايز.
معنى كده ممكن تعتبر ان فيدورا هي فار التجارب بتاع مين؟ بتاع النسخه الانتربرايز. ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته دول؟ يبقى النسخه الانتربرايز المفروض اللايف سايكل بتاعتها كل 24 شهر. عايز اقول لك بس حاجه كوميديه جدا، ان الكلام ده ما بيحصلش في الحقيقه خلاص، لان فعليا لو بصيت هتلاقي ريد هات بتريليز نسخه انتربرايز كل 4 سنين مره. يعني ريد هات 6 مثلا كان معمول له ريليز في 2010 تحديدا في شهر يونيو او يوليو 2010 خلاص. على ماريل 7 نزل قعد 4 سنين ونص تقريبا، قعد حبه حلوين يعني ماشي. فما تصدقش لما تقول لك ايه ان هي تقعد 24 شهر، ده كلام بس على الورق، لكن فعليا بتقعد حوالي من 4 ل 5 سنين يعني. طيب كلام جميل، هيجي لك لفكره سنتوس اهو، هيجي لك اهو موضوع سنتوس، اصبر بقى على رزقك. طيب يبقى كده لحد دلوقتي الموضوع بتاع ريد هات مفهوم؟ ها ريد هات جت منين وايه الفرق بين ريد هات وفيدورا والسبورت بتاع كل واحده عامل ازاي؟ طيب بص لي بقى كده يا سيدي، يبقى كده دلوقتي بقى في عندك نسخه بيد من ريد هات والناس كلها شغاله عليها، عندك نسختين، واحده ريد هات انتربرايز لينوكس والتانيه اسمها فيدورا. النسخه الانتربرايز دي لما نزلت، هتلاقي دايما النسخه الانتربرايز ستيبل جدا، هتلاقيها دايما ستيبل. ليه؟ لان كل حاجه اتحطت فيها ملايين المستخدمين جربوها قبل كده في مين؟ في فيدورا، ولما بقت مظبوطه راحوا حاطينها مين؟ في ريد هات. تمام؟ فجت فيدورا اصلا وهي وانت شغال اصلا، ناس كتيره جدا هيقول لك دي مليانه باجز، فانا عندهم حق، فيدورا بتلاقي فيها باجز كتيره جدا. خلينا نتكلم بواقعيه، فيدورا فعلا مليانه باجز، فيها باجز كتير. تمام؟ طيب جم شويه طلبه كده برضو حبوا يستخدموا نسخه ريد هات اللي هي مجانيه ديت، او يستخدموا ريد هات او يستخدموا نسخه انتربرايز بشكل مجاني، حبوا ياخدوا الفيتشرز اللي في الانتربرايز. هو الانتربرايز اهم ميزه فيه ان هو ايه؟ ان هو ستيبل صح؟ قال لك طب انا عايز استخدم الانتربرايز، قال لك ما انت لازم يكون لك سبسكريبشن. طب ايه يعني كل ما اجي استخدم الانتربرايز النسخه الستيبل لازم اشتري؟ ايه يا عم الوجع الدماغ ده؟ طب ما ريد هات اصلا ريد هات بتريليز السورس مجانا صح؟ انا مش قلت لك ان ريد هات اي حاجه بتستخدمها بتريليز السورس بتاعها مجانا؟ يعني لو دخلت على ftb.redhat.com يعني تعالى كده ممكن اوريك كده هنا. بص كده ftb.redhat.com بص ايه اللي موجود عليه؟ ريد هات هنا هون. وليكن تعالى كده نروح للريل اهو. فين يا سيدي فين فين؟ عايز اشوف بس. تعالى مثلا ده كل منتجات ريد هات على فكرة، ده ريد هات ستورج بالمناسبة، تعالى كده اوريك مثال عليه. لو عايز تحط تروح للاو اس اهو يا سيدي. بص هتلاقي عندك ايه اس ار بي امز، السورس ار بي امز،
بص كده، ده السورس كود الباكجز اللي ريد هات مستخدماها، بس ده السورس ار بي ام، ده السورس فقط. خدت بالك؟ ده عباره عن السورس بس، صح؟ فشويه شباب كده حلوين كده وظراف قال لك بس طب ما ريد هات بتحط السورس بتاع الاوبريتنج سيستم كله كامل على الموقع بتاعها ببلاش. طب حلو قوي، احنا هناخد السورس ده وبعد كده نعمل له كومبايل مره ثانيه نفس السورس بالظبط، خلاص. وبعد ما نعمل له كومبايل نعمل ايه؟ هنعمل له ريليز بس باسم جديد، هنسميه سنت او اس، يعني اوبريتنج سيستم بسنت، اوبريتنج سيستم بسنت، يعني بدل ما ادفع سبسكريبشن مش عارف كام دولار، 300 دولار، ولو عايز مش عارف سبورت بكام يبقى 900 دولار، وساعات بوصل ل 1200 على حسب السبسكريبشن بتاعك. لا يا عم، انا بدل الكلام ده كله انا هاخد نفس السورس بتاع النسخه الانتربرايز اللي هي ستيبل ومضمونه 100%، هنعمل له كومبايل بنفسنا ونعمل له ريليز باسم سنت او اس. يبقى هو نفسه ريد هات ولا لا؟ هو نفسه الانتربرايز ولا لا؟ هو نفس الانتربرايز، عشان بس حقوق الملكيه الفكريه، ها؟ فهو ما يقدرش يستخدم نفس اللوجو اللي كان موجود في النسخه الاصليه هنا، يعني اللوجوز بتاعت ريد هات، خلاص؟ التريد مارك بكل بساطه سميها كده، التريد مارك، العلامة التجارية بتاعت ريد هات ما يقدرش يستخدمها. فبيعمل ايه؟ اي لوجو خاص بريد هات بيشيله من عليه، اي صورة تدل على ريد هات بيشيلها من عليه، اي اسم بيدل على ريد هات بيشيلها من عليه، وبيسيب بس ايه اللي موجود عليها؟ سنت او اس. لكن نفس السورس كود بيز هو نفسه اللي موجود مين؟ اللي موجود فين؟ ها؟ اللي موجود في النسخة الانتربرايز نفسها. ها؟ وراحت الحكاية بيا؟ وريتك بنفسك ان السورسز نفسها بيتعمل لها ريليز بشكل مجاني على موقع ريد هات. يعني انت ممكن تبلد دلوقتي، يعني انت ممكن دلوقتي تخش على موقع ريد هات تداونلود السورس الكود نفسه، تعمل له كومبايل، خلاص، وتسمي انت عندك زعبولة لينكس. محدش يقول لك انت بتعمل ايه يا عم، والله اي اسم يعجبك، تمام. طيب الحقيقه ان ريد هات زي ما الراجل ده بيسال اشمعنى ريد هات، مش ريد هات هي الشركه الوحيده اللي بتعمل حاجه زي كده، خلاص. تعال اكلمك على ثلاث حاجات موجودين في السوق حاليا هم اللي مسيطرين على السوق، خلاص. في عندك ثلاثه، اتنين منهم كوميرشال، تعال امسح كده. بص يا سيدي، في عندك ثلاثه موجودين في السوق حاليا، ريد هات موجودة ودي رقم واحد، خلاص. سوزا موجودة ودي رقم اتنين، الاتنين دول ها بيديك كوميرشال سبورت، والكوميرشال سبورت ده هيكون مهم جدا للمؤسسات الحكومية والبنوك، شركات البترول، المؤسسات الصحية، كل الكلام دول، خلاص. من الآخر أي حد بيكون في مؤسسة محترمة بيحاول ياخد كوميرشال سبورت، لأن عشان لو حصلت مشكلة لازم حد أقدر أتفاهم معاه يحلها لي، خلاص. فالاتنين دول موجودين عندك. بالمناسبة سوزا دي هي عبارة عن شركة ألمانية هي كانت في الأساس معتمدة على ريد هات نفسها، بالمناسبة يعني سوزا أصلا لما اتعمل لها بيلد في الأول خالص كانت مبنية على ريد هات في الأصل، ماشي. بعد كده اتعدل فيها بشكل كبير. سوزا هي كمان نفسها واخده نفس الطريقه اللي ريد هات شغاله بيها. سوزا بتعمل حاجه اسمها سوزا لينكس انتربرايز سيرفر، انتربرايز، سوزا لينكس انتربرايز سيرفر، وبتعمل حاجه تانية خالص اسمها اوبن سوزا. واوبن سوزا دي كده ممكن تعتبرها الشبيه بتاع فيدورا بالظبط. اي حاجه سوزا عايزه تجربها بتحطها في اوبن سوزا دي، خلاص. مستخدمين كتير جدا، الاف بل مئات الالاف بل ملايين، يجربوها في اوبن سوزا، اثبتت ان هي مظبوطه ومفيش فيها مشاكل، يروح حاططها في مين؟ في النسخه الانتربرايز بتاعتها، نفس الفكره بالظبط، ماشي. طيب فين بقى الامبلمنتيشن الثالثه؟ الامبلمنتيشن الثالثه يا سيدي عند الناس بتوع ديبيان، خلاص. وديبيان دي نسخه ستيبل جدا جدا جدا،
تقريبا يعني انا ممكن اقول لك ان الاستابيليتي بتاعه ديبيان ممكن تقارنها بالاستابيليتي بتاعه ريد هات. تمام. طب ايه الفرق بين ديبيان وريد هات؟ الفرق بين ديبيان وريد هات في حاجه واحده بس، الكوميرشال سبورت. لو عايز تروح تاخد كوميرشال سبورت روح لريد هات. لو مش فارق معاك الكوميرشال سبورت في اي حاجه استخدم ديبيان من غير اي مشاكل. ديبيان دي انا بقول لك ان هي قويه جدا 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 بشكل فوق ما تتخيل يعني. خلاص آه الباكج فيها مش قديمه جدا ولا حاجه، الباكج فيها مش قديمه جدا ولا حاجه. لا 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 الكلام ده مش مظبوط، انا شغال ديبيان بشكل يومي. خلاص الباكج اللي فيها ممتازه جدا. خلاص آه مش كده وبس، في امبلمنتيشنز تانية اتاخدت من ديبيان كده زي اوبونتو. اوبونتو دي في الاصل مبنيه على ديبيان. ممكن تعتبر ان اوبونتو في دوره الاثنين وجهان لعمله واحده. الفرق بس ان ديبيان او اسف اوبونتو مبنيه على مين؟ على ديبيان. بس في دوره مبنيه على مين؟ على ريد هات. خلاص هيلي او اس بقى تتكلم عليه دوان. هيلي او اس ده مبني برضو على حاجه بالمناسبه. انا كلمتك على سنتوس فوق صح، انا كلمتك على سنتوس وشفت علاقه سنتوس بريد هات ان هو ايه، هو مبني على الايه، مبني على السورسز بتاعه ريد هات او ريد هات انتربرايز تحديدا. خلاص في عندك حاجه اسمها ساينتفك لينكس. ساينتفك لينكس برضو هو كمان مبني على السورسز بتاعه ريد هات انتربرايز لينكس. خلاص هيلي او اس ده كمان مبني على ها ساينتفك لينكس نفسه. يبقى هيلي او اس بالتبعيه مبني بناء او مبني على مين؟ على ريد هات. خلاص كده يعني ساينتفك لينكس دون مبني على ريد هات، وبعد كده هيلي او اس ده مبني على ساينتفك لينكس. هيلي او اس ده اللي بيستخدموه المؤسسات الطبيه. خلاص المؤسسات الطبيه هي اللي بتستخدم مين؟ هيلي او اس ده. الميديكال اي تي بكل بساطه او الهيلث كير اي تي، الهيلث كير اي تي هم اللي بيستخدموا مين؟ هم اللي بيستخدموا هيلي او اس ده. ماشي ها واضحه الحكايه دي؟ ماشي. فلو انت بصيت كده، تعالى كده بقى نترجم الكلام ده كده لشكل ممكن يتفهم. بص كده يا سيدي، هتلاقي عندك ريد هات. ريد هات طالع منها اكتر من فيريانت، ريد هات انتربرايز لينوكس وطلع منها فيدورا. ريد هات انتربرايز لينوكس دي طلع منها سنتوس وطلع منها ساينتفك لينوكس. ساينتفك لينوكس دون طلع منها حاجه اسمها هيلي او اس اللي الراجل اسمه حسام ده سال عليه، لان هو شغال في اعتقد في مؤسسه طبيه، وهتلاقي هيلي او اس ده هو اللي شغال عندك. خلاص فهيلي او اس مبني على ساينتفك لينوكس، وساينتفك لينوكس مبني على ريد هات انتربرايز. تمام. طيب يبقى ده اول فرع كبير جدا عندنا. الفرع الثاني شركه سوزا. سوزا بتطلع نسختين، سوزا لينكس انتربرايز سيرفر وبتطلع اوبن سوزا. الثالثه ديبيان، ودي بقى ربنا يديها الصحه بقى يعني. ديبيان دي الشجره الكبيره، ديبيان دي طلع منها اوبونتو، بعد كده اوبونتو طلع منها مينت. لو حد فيكم اشتغل مينت لينكس وهكذا. فضلت بقى الدنيا تكبر بالمنظر ده لحد ما النهارده الدنيا بدات تكبر جدا. ها حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ اي حد عنده اي سؤال؟ حاجة بس عايز اقول لك عليها، زي ما الراجل احمد عامر ده اتكلم بيقول لك ان كانونيكال بتدي سبورت الاوبونتو. ايوه مؤخرا اوبونتو بقى عندها اكتر من ريليز، بقى لها فترة كبيرة يعني، على فكرة مش مؤخرا دي معناها في اخر سنة، بقى لها كام سنة كده بقى عندها ريليز للديسكتوب وريليز للسيرفر. ماشي السيرفر ريليز بتاع اوبونتو بقى ستيبل الى حد ما، لكن بصراحة عشان ما اكدبش عليك مش هضحك عليك،
الاستابيليتي بتاعت اوبونتو لا تقارن بالاستابيليتي بتاعت ديبيان او بتاعت سوزا لينكس انتربرايز او بتاعت ريد هات. يعني بكل بساطة نسخة الانتربرايز من ريد هات ونسخة الانتربرايز من سوزا وديبيان ما ينفعش تقارن الاستابيليتي بتاعتهم باي حاجة تانية ايا كانت التلاتة دول تحديدا. خلاص طبعا لو قلت لك الاستابيليتي بتاعت سنتوس فانا بكلمك نفس الاستابيليتي بتاعت ريد هات لان هي نفس الحاجة بالظبط، والاستابيليتي بتاعت ساينتفك لينكس هي نفسها الاستابيليتي بتاعت ريد هات، مفيش اي اختلاف بين من الاثنين دول لان هو نفس السورس نفس الكود بيز مفيش اي اختلاف. ماشي فما ينفعش تقارن الاستابيليتي بتاعت فيدورا مثلا مع النسخة الانتربرايز، ما ينفعش يعني ما ينفعش بصراحة، مقارنة ظلمة جدا يعني. ماشي كده. وزارات الدفاع يا سيدي بكل بساطة بيكون عندها ده Red Hat Enterprise Linux. ايوه عايز اقول لك ان الغواصات النووية في امريكا شغالة Red Hat Enterprise Linux بده. لو حد فيكم شاف، لو حد فيكم فتح اليوتيوب اصلا ودخل على الغواصات النووية العملاقة اللي موجودة هتلاقيها كلها شغالة بريد هات انتربرايز لينوكس. هتلاقي فيلم وثائقي اصلا مدته في حوالي كام 49 دقيقة خلاص، وجايب لك الغواصات النووية اللي موجودة كل تقريبا يعني الاوبريتنج سيستم اللي انا شفته قدامي كان ريد هات انتربرايز، وهتلاقي بيتكلم على نظام التشغيل يعني بشكل مستفيض يعني عنده وشغال اكتر من 3 دقائق 4 دقائق مخصصهم بس لنظام التشغيل وشغال وهو بيعرض يعني الفيديو اقصد. ماشي طيب كلام جميل. طيب ده بالنسبه لعالم اللينكس. بالنسبه لعالم اليونكس، بالنسبه لعالم اليونكس هتلاقي برضو مشهور النهارده سولاريس موجود، هتلاقي اي اكس كمان موجود. اي اي اكس بدا ينقرض الى حد ما في اخر 3 4 سنين، ناس كتيره جدا بدات تسيبه وبدات تروح للسبورت بتاع اللينكس. يعني سبورت اللينكس اسهل في التعامل خلاص، الكوميونتي بتاعه اكبر، ناس كتيره جدا بتديفلوب فيه، هتلاقي ناس كتيره جدا تتكلم معاه لو حصلت مشكله ممكن تتفاهم معاه. اي اي اكس لانه من شركه واحده الديفلوبمنت فيه مش كبيره قوي، التطور فيه مش سريع زي اللينكس، فهتلاقي الدنيا بس مش كبيره قوي عندهم، يعني هتلاقي هي شركه واحده بتسبورتك وخلاص الموضوع منتهي على كده. طيب نرجع بقى كده، الراجل ده سال سؤال كويس جدا انا اللي كنت هساله لكم دلوقتي حالا، ايه بقى العلاقه بين اللينكس واليونكس؟ ايه العلاقه بين اللينكس واليونكس اساسا؟ بص عشان اجاوبك على السؤال ده، انا قلت لك من شويه ان الاوبريتنج سيستم بيتكون من ايه؟ من ثلاث حاجات، الكيرنل صح؟ وايه كمان؟ والشن مع الكومبايلر مع اللايبراريز، وفيهم مين؟ الابلكيشنز صح؟ مش ده اللي انا قلته من شويه؟ وقعدنا نتكلم عن الموضوع ده نص ساعه مضيعين وقت فيه، وقلت لك ان الكيرنل ده اهم جزء فيه، ده اللي بيتعامل مع الهاردوير واللي بيدي الهاردوير اوامر، واللي يكلم البروسيسور بتاعك يقول له اعمل لي الحاجه الفلانيه او ما تعملش الحاجه الفلانيه، ولا هيكلم كارت الصوت ولا هيكلم الهارد ديسك، كل الكلام ده صح؟ طيب كلام جميل قوي ممتاز. انا قلت لك ان الناس بتوع جنو قعدوا 7 سنين من 84 لحد 91 يكتبوا في ابلكيشنز ويكتبوا في شيل ويكتبوا في حاجه اسمها الجي سي سي او الجنو سي كومبايلر، بس ما عرفوش يكتبوا الكيرنل. طب قعدوا 7 سنين اصلا يكتبوا برامج، كانوا بيكتبوها على اي اساس؟ كانوا بيكتبوها في الهوا كده؟ مش لما تيجي تكتب اي كود مش المفروض يكون في اصلا اوبريتنج سيستم موجود؟ تخيل الديفلوبمنت اللي حصلت في البدايه حصلت اندر يونكس، تخيل. بعد كده لما الكيرنل ده اتكتب وبداوا وحاولوا يجمعوه مع بعض، راح عامل بورت او نقل الابلكيشنز دي من اليونكس، راح مشغلها على الكيرنل الجديد اللي هو اسمه لينكس. عشان كده هتلاقي معظم الابلكيشنز اللي موجوده على لينكس كومباتبل مع اليونكس، لان هم في الاساس كان معمول لهم ديفلوبمنت فين؟ ها على اليونكس في الاصل، وبعد كده اتنقلوا لللينكس تاني. انا قلت لك من 84 ل 91 ايه اللي حصل؟
الناس بتوع جنو قعدوا يديفلوب في الابلكيشنز دي، الابلكيشنز والشيل والكومبايلر واللايبريز، كتبوا مئات الابلكيشنز. كتبوا مئات الابلكيشنز دي كتبوها ازاي؟ كتبوها في الهوا كده يعني ولا ايه؟ انت دلوقتي لو قلت لك اعمل لي برنامج مكتوب وليكن بالسي، هتروح هيبقى عندك اوبريتنج سيستم مثلا ويندوز او لينكس، وعندك الكومبايلر بتاع السي، وبعد كده تبدا تديفلوب الابلكيشن، صح؟ ده في الوقت الحالي. طب وقتها كان بيديفلوب الابلكيشن فين؟ في الهوا يعني كده؟ هيديفلوب مثلا على طبعه مثلا ولا ايه؟ لا، ما هو كان عنده اليونكس موجود، استخدم اليونكس نفسه عشان يديفلوب ابلكيشنز. وبعد ما عمل ديفلوب الابلكيشنز دي، الكيرنل بتاع لينكس نفسه ظهر، فحب يبني نظام تشغيل جديد، راح واخد الابلكيشنز اللي اتكتبت اصلا على اليونكس حطها مع الكيرنل الجديد ده، وعمل اوبريتنج سيستم جديد اسمه جنو لينكس. عشان كده هتلاقي الابلكيشنز بتاعه اليونكس واللينكس الاثنين ولاد عم، الاثنين هتلاقيهم كومباتبل مع بعض الى حد كبير، لان نفس الاستراكشر. هما في الاساس اصلا في الاساس كل حاجه كتبت لللينكس كانت مكتوبه على اليونكس في الاساس في الاصل، ماشي؟ طيب في حاجه بس عايز اضحكك عليها، يعني خليك تضحك شويه. الراجل اللي اسمه لينوس ده، فاكرين لينوس لما كتب كيرنل جديد كتبه برضه في الهواء؟ لا، عمل ديفلوب لللينكس للكيرنل بتاعه ده على اوبريتنج سيستم اسمه مينكس. مينكس ده كانت نسخه فري من اليونكس، تخيل بالنفس، كانت مديه نسخه فري من اليونكس اسمها مينكس، او نسخه معدله من اليونكس اسمها مينكس، كانوا شغالين عليها في الجامعه بتاعته. هو استخدم المينكس ده وعمل ديفلوب لللينكس كيرنل على المينكس نفسه، تخيل. دي حاجه من الحاجات الكوميديه يعني، ماشي؟ ها، حد عنده اي مشكلة؟ ها، اللي عنده اي سؤال او اي حاجة يوقفني، حد عنده اي حاجة يسألني. طيب ممتاز، اعتقد ان احنا كده خلصنا الهيستوري بتاع اللينكس، احنا كده خلصنا الهيستوري بتاع اللينكس واليونكس. لو حبيت اراجع بسرعة كده، بسرعة احنا قسمنا الهيستوري لثلاث مراحل. المرحلة الاولى اللي هي كانت ايه؟ من 84 لحد من 64 لحد 84. المرحلة الثانية من 84 لحد 91. المرحلة الثالثة من 91 لحد النهاردة، ماشي؟ واتكلمنا عن الفرق ما بين ريد هات وبين فيدورا، وايه سيمتوس وسيمتوس دي جت منين، وايه ساينتفك لينكس، وايه سوزا، وايه ديبيان، وايه اوبونتو، وهكذا، ماشي كده؟ ها، حد عنده اي مشكلة؟ لا، مش لازم تحفظ التواريخ اطلاقا، مش هتفيدك باي حاجة. والله لو عرفتها خير وبركة، ما عرفتهاش مش هتفرق معاك. انا قلت لك ان حكايه الهيستوري دي هتفيدك، بس تكون عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، يعني هتكون فاهم ليه اللينكس واليونكس كومباتبل مع بعض. ايه حوار البي اس دي ده؟ لو جيت مثلا تستخدم البي اس دي النهارده، او جيت سمعت عن بي اس دي وانت شغال كده ولا حاجه، لو جيت مثلا استخدمت بري بيلت سوليوشن زي بي اف سنس مثلا، بي اف سنس ده مبني على بي اس دي، اديك عارف البي اس ده راح فين وجه منين، وليه البي اس دي اصلا يعتبر هو اليونكس ولاد عم، لانه في الاصل كان مبني على اليونكس اساسا. هم طلبوا، راحوا واخدين اليونكس، راحوا معدلين فيه وكتبوا له شويه كوماندز وابلكيشنز، وضافوا له تي سي بي اي بي ستاك امبلمنتيشن خاصه بيهم، وقال لك بس احنا عندنا اوبريتنج سيستم بتاعنا اسمه بي اس دي. وصلت الفكره؟ الشعار بتاع، قلت لك البي اس دي بي اس دي وليس بي اس دي، خلاص، بي فور بوك، بي فور بوك وليس بي فور بن، اهي بي اس دي، تمام. طيب هتلاقي شعار البي اس دي عباره عن العفريت اللي ماسك تلات، او ماسك شوكه بتلات، تعالى كده اوريها لك، هعزبك معايا ريوس.
العفريت اللي ماسك شوكة اول اهو ده اللوجو بتاع البي اس دي خلاص ماشي ها حد عنده اي مشكلة طيب ممتاز يبقى احنا النهاردة ايه ها اتكلمنا على ايه بشكل نظري عملنا الانستوليشن لا معظم او في اوامر مشتركه بينهم كتير لكن مش لو درست بي لو مش درست لينكس تبقى عارف بي اس دي لا خلاص طيب هناخد بريك بس وبعد كده نرجع نكمل